أخبار اليوم. يعني أعتقد أنه المؤتمر النهاردة كان كاشف عن أهم القضايا اللي هنناقشها من خلال الاحتفال باليوبيل المسيحي. يعني إحنا عندنا القضية الأهم أنه الحكومة تصدر القانون الذي توافقنا عليه لتنظيم عمل الصحافة والإعلام في مصر. هذه المسألة لم تعد تتحمل أي تأخير. عندنا أوضاع اقتصادية صعبة يجب أن نناقشها فيما يخص مستقبل الصحف سواء كانت قومية أو حزبية أو خاصة حتى نضمن استمرار الصحافة ونضمن أيضا استمرار الصحافة قوية ومعبرة عن الشعب وليست معبرة عن أصحاب رأس المال. لدينا أيضا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للزملاء الصحفيين، وزي ما قال النقيب هي بالفعل قضية أمن قومي، لابد من أن تبحث الدولة عن حلول عاجلة لها حتى نضمن أن تستمر الصحافة كما قلت معبرة عن هذا الوطن وعن هذا الشعب وعن قضايا وهموم هذا الشعب. لدينا أيضا المسألة المتعلقة بضرورة الحاجة الماسة لتعديل قانون نقابة الصحفيين، لدينا تنظيم أوضاع الصحفيين الإلكترونيين، لدينا مستقبل الصحافة في مصر، مشاكل الصحافة في مصر. أعتقد أن كلها قضايا مهمة وحيوية، وأعتقد أنها نخرج من المؤتمر العام من هذه الاحتفالية بجدول أعمال لحل ومواجهة هذه المشاكل إن شاء الله. شكرا.